أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لقد دأب أهل البدع بتشويه صورة أهل السنة والجماعة قديما وحديثا بألقاب تنفيرية كالمجسمة والحشوية والمشبهة، واليوم يلقبونهم بالوهابية والجامية، فما هو موقف طالب العلم من هذه الألقاب وإيضاح حقيقتها لدى الناس؟ أولا عليه أن يبين، ربما أن بعضهم مخدوع ولا يدري، يسمع هذه الأشياء ولا يدري عن الحقيقة، فيبين أن هذه الأسماء وهذه الألقاب لا حقيقة لها وأنها كيد من الأعداء. يبين لهم ما هي الوهابية أو ما هي الجامية كما يقولون، يبين لهم، أو يطلب منهم يقول لهم: أنتم تعيبون الوهابية، بينوا لي مذهب الوهابية الذي تنقمونه عليه، فلن يجدوا والحمد لله شيئا وسيندحرون. بينوا لي الجامية ما هي وما مذهبها حتى أتجنبها، لن يستطيعوا شيئا، وإنما هي ألقاب وتشفيات فقط. فالواجب ترك هذه الأمور والحذر منها وعدم الدخول فيها، ولا يضير أهل السنة والجماعة أن يقال فيهم حشوية مجسمة إلى آخره، ما داموا على الحق فلن يضرهم ذلك. نعم.